السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مرة تانية في قناة إيزي إنجليش. معكم أمال خلف. لو ما كنتش لسه اشتركتوا في القناة ياريت نعمل لايك وشير للفيديو ونعمل سبسكرايب للقناة عشان ونفعل الجرس عشان يوصل لنا كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي. النهاردة هنكمل مع بعض اليونت اللي كنا شغالين فيه، يونت نمبر 2 ليسون number 3 and 4. هنبدأ، قبل ما نبدأ الليسون بتاعنا هنبص مع بعض على النيو فوكابولري. عندي أول حاجة في الفوكابولري كلمة adventure اللي هي المغامرة. adventure story يبقى دي ايه؟ هي قصة عن مغامرة. فبل something كلمة adventure معناها something usual something unusual or exciting and maybe dangerous. something unusual, exciting and maybe dangerous. maybe dangerous يعني ربما يكون ايه؟ يكون خطير. character وما اسمهاش charter، اسمها ايه؟ character. ال H silent و C بتاخد sound ك، هي اسمها ايه؟ character. ال character هي a person in a book, play, film, etc. ال play هنا مش verb، ده مش فعل يلعب، لكن ده اللي هي noun بمعنى ايه؟ مسرحية. فال character هي عبارة عن شخص، شخص في كتاب او في مسرحية او في فيلم، اللي هي عبارة عن الايه؟ الشخصية. weak 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 بمعنى ضعيف، والopposite بتاعها strong. أو كلمة weak means not strong، بكلمة weak معناها not strong. summary اللي هو عبارة عن تكست، والتكست دي اللي هي قطعة قرائية. that gives you the most important information، اللي هي بتديك the most important information، بتديك ايه؟ أهم معلومات about something، اللي هو بيسميها ايه؟ الملخص. يبقى نقولهم كده كمان مرة: adventure story، character، weak، summary. tremble معناها ايه؟ معناها shake. وشيك يعني ايه؟ shake يعني يهز شيء. بكلمة shake يعني ايه؟ يعني يهز او يهتز. فكلمة tremble بمعنى يرتعش أو بمعنى يهتز. novel is a long story. living things اللي هي الكائنات الإيه؟ الكائنات الحية، اسمها إيه؟ living things. wind اللي هي الرياح. tired يعني ايه؟ very good يعني متعب. die وضايف، عارفين التصريفات بتاع الضاي ايه؟ اللي هي هنضيف لها دي. في كلمة ثانية اسمها ضاي ولكنها ما هياش فيرب خالص، دي اللي هي دي واي اي بنفس السبيلنج، لكن هي معناها ايه؟ معناها صبغة. ففي هما الاثنين ليهم نفس الصوت فلازم نفرق ما بينهم. يبقى عندي هنا ايه؟ die، lost ولاست هنا هي عبارة عن verb. lost اللي هو يستمر او يدوم. the nearest اللي هو الاقرب.
quickly quickly بمعنى بسرعة. worm 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 يعني ايه؟ worm يعني دافئ. cool cool desert desert والديزرت اللي هي الصحراء، وهنفرقها عن كلمة برضو ديزرت اللي هي بالدبل اس، ودي اللي هي صنف ايه؟ صنف التحليل. realize يعني يدرك. realize بمعنى يدرك. تساوي نو، تساوي ايه؟ نو. نو يعني ايه؟ يعني يعرف. يبقى كلمة realize بمعنى نو. suddenly 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 اللي هي ايه؟ فجأة. safe 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 بمعنى امن. mysteries 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 والmysteries اللي هي الايه؟ اللي هي الالغاز او الحاجات الغامضه. هقولهم كمان مره. trample shake novel living things wind tired die lost the nearest quickly warm cool desert desert realize suddenly safe and mystery. alone alone وalone هي عبارة عن adverb بمعنى وحيدا او بمعنى بمفرده. طيب ايه الفرق ما بينها وما بين lonely؟ lonely ده feelings مشاعر، فاقول he feels lonely يبقى هو بيشعر بالوحدة، لكن ما ينفعش اقول he feels alone. يبقى كلمة lonely بتيجي مع verb feel او مع verb to be، لكن كلمة alone هي بتيجي بعد verb. اقول he leaves alone he leaves alone، لكن اقول he feels lonely he leaves alone but he feels lonely. describe معنى يصف، والنوين منها description. وناخد بالنا ان describe بالp for book لكن description بالp for pen. عندي هنا الadjectives، وهنتكلم عن الadjectives of feeling او اللي هي الadjectives الخاصة بالمشاعر، زي frightened وfrightened بمعنى خائف، أو excited lonely frightened excited lonely. طب عندي ايه تاني من الadjectives of feeling؟ عندي مثلا afraid happy or sad. يعني كل دي هي افعال شعور. طب عندي ايه كمان من افعال الشعور؟ ممكن hungry cold hot. كل دي هي صفات من ايه؟ من صفات الشعور. ودايما صفات الشعور زي ما قلنا يا اما هتيجي بعد verb feel او feels او felt في الباست. يعني عندي verb feel ده اللي هو يشعر، الباست بتاعه felt، الباست بتاعه ايه؟ felt، وتصريفه التالت برضو felt. فانا ممكن بقول he feel او he feels او felt زائد الadjective، طبعا adjective of feeling. لكن ما هوش ما ينفعش اقول مثلا he feels tall، هو يشعر طويل، يبقى دايما لازم ايه؟ صفة خاصة بالشعور. فبقول he feels او feels زائد الadjective او verb to be زائد الadjective. فلو بصينا على الاجزامبل فبيقول لي he was frightened هو كان خائف، او he felt frightened. عندي الكلمة اللي بعد كده هي كلمة leaves، وleaves هنا noun بمعنى أوراق الشجر، والمفرد بتاعها a leaf
وطبعا برضو هنفرقها عن كلمة leaves اللي هي الفيرب ودوت اللي معنى يغادر أو يترك، والتايم الماضي بتاعها left، التصريف التالت left. another بيضيف معنى آخر، يبقى عندي leaves a leaf another. ودلوقتي هننتقل لحاجة مهمة جدا وهي تصريفات الأفعال الغير منتظمة أو اللي هو الـ irregular verbs. وطبعا الـ irregular verbs مهمة جدا لأن هي ما بتنطبقش عليها القاعدة، فلازم أكون مذاكرها كويس جدا، حافظها كويس جدا بالسبيلنج بتاعها، أحاول كل يوم أكتبهم، يعني مثلا أكتبهم في ورقة أو أكتبهم في كارت، كل كانفا أو مجموعة أفعال أكتبها في كارت كل يوم بالليل قبل ما أنام، أبص عليهم بصة، أعمل لهم stick them on the wall يعني ألزقهم على الحيطة بتاعتي في الأوضة ودايما أبص عليهم، فطول ما أنا شايفهم قدامي فسهل إن أنا أتعرف عليهم بسهولة. هنيجي عندي أول verb مع بعض هو verb plow 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 والماضي بتاعه plow 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 plown plow plow plown. no وطبعا الكي silent no 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 بس بقى في البقي بضم شفايفي في الاخر زي ما انتهى ايه او مش او مش نو لا نو نو نيو نيو نون نو نيو نون سي سو سين ثينك ثينك. وناخد بالنا في ثينك نطلع لساننا في الث في think think، لان لو هتقولها sink يبقى ده معنى يغرق، كلمة sink بمعنى يغرق، فلازم افرق الساوند بتاعي لساني يبقى ما بين سناني، لساني يبقى ما بين ايه سناني. think past بتاع thought، تصريف التالت thought. stand stood stood stand stood stood understand understood understood am is و are ال past بتاعهم هيبقى was were، تصريف التالت been. طبعا am و is و are am و is ماضيهم was، are ماضيها were. feel felt felt feel felt felt. find 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 معنى يجد، الماضي بتاعها found، تصريف التالت found. make made made make made made، وهنا بس انا بغير حرف الكي الى د. think شفتوا بقى ايه لو قلت لكم فرقوا ما بينها وما بين think، think يفكر او يعتقد، لكن sink بمعنى يغرق، كلمة think بمعنى يغرق. والباست بتاعها sank، تصريف التالت sunk. think sank sunk think sank sunk. meet met met meet met met. في عندي كمان verb زي meet اللي هو verb feed اللي هو بدبل اي برضو اللي هو بمعنى يطعم، والماضي بتاعه fed برضو بإي واحدة، تصريف التالت بتاعه برضو fed. okay now let's look at another sentence. دلوقتي هنتكلم عن ال language notes. ال language notes اللي هي الملاحظات اللغوية أو اللي هي التعبيرات اللغوية الهامة. يبقى أنا الـ important notes اللي هي الملاحظات اللغوية. في بعض الحاجات أنا لازم أخد بالي منها. عندي مثلا كلمة another and other another and other.
طبعا another و other الاتنين بمعنى اخر، لكن ايه الفرق ما بينهم؟ ان كلمة another بيجي وراها اسم مفرد، لكن كلمة other بيجي وراها اسم جمع. ماشي؟ فبقول my brother lives in another city. My brother lives in another city. Or I want to visit other countries. I want to visit other countries. يعني أنا عايز أزور دول إيه؟ دول أخرى. يبقى الاتنين بمعنى آخر هتفرق في اللي هيجي وراه. حاجة تانية كلمة quiet. Quiet and quit. Quiet. Quiet and quit. طبعا quiet و quiet الاتنين تقريبا نفس الساوند، اللي هيفرق فيهم ايه؟ الاي. فدايما بنقول الاي قاعدة جوه الأوضة وقفل عليها الباب ساكتة وهادية، فدي كلمة ايه؟ quiet بمعنى هادئ. يبقى quiet اللي الاي جوه دي بمعنى هادئ، لكن quiet بقى اللي بره الأوضة دي هتبقى إلى حد ما. فنفرقها الكلمتين من ايه؟ من بعض. يبقى عندي كلمة quiet بمعنى إلى حد ما، ودي هي صورة من صور تدرج الصفة. يعني أنا بقول مثلا he is very good، يبقى هو جيد جدا. he is quite good، يعني هو إلى حد ما كويس. quiet قلنا اللي بتاعتها بقى جوه هتبقى بمعنى هادئ، والأوبزيت بتاعها ايه؟ حد يعرف الأوبزيت؟ very good. الأوبزيت is ايه؟ loud. الأوبزيت is loud أو noisy. noisy اللي هو بمعنى إيه؟ صاخب. quit. quit و quit بمعنى ينسحب إيه؟ ينسحب من اللعبة. lost كلمة lost. lost دي بتعمل كverb وبتعمل كadjective، يعني بتعمل كverb وبتعمل كصفة. فعندي هنا كلمة last بمعنى يستمر أو يدوم، وكمان كلمة last بمعنى الماضي. بمعنى الإيه؟ الماضي. فما أقول last week يبقى الأسبوع الماضي، last Friday يبقى الجمعة الماضية. وممكن كمان كلمة last بمعنى الأخير. بمعنى إيه؟ الأخير. أما أقول لك this is the last lesson يبقى ده هو الدرس الإيه؟ الأخير. فبقول not I ate the last piece of cake. I ate the last piece of cake. يبقى أنا أكلت آخر قطعة من الكيك. I visited the park last Friday. يبقى أنا زرتها هنا بمعنى الجمعة الماضية. The battery lasts forever. The battery lasts forever. يعني البطارية بتستمر إلى الأبد. البطارية تستمر أو تدوم إلى الأبد. make. verb make ليه بقى قاعدة معينة. فعل make لو جه وراه object أو مفعول به هيتبعه حاجة من الاتنين، يا إما infinitive verb يا إما صفة. يا إما infinitive verb يا إما صفة. فلو بصينا في الإكزامبل مثلا بقول the story made me happy. the story made me happy يعني القصة جعلتني سعيدا. the story made me happy. طيب بقول the story made me feel happy. the story made me feel happy يبقى هنا جعلتني أشعر بالسعادة. يبقى إما يجي وراها infinitive form infinitive verb يا إما يجي وراها الإيه؟ الأدجكتيف. آخر حاجة عندي verb cold. cold وهنا فعل cold هنا مش هيبقى يعني verb be cold محطوط في الباسيف فورم أو في المبني للمجهول، ودي بمعنى يسمى أو يدعى. يسمى أو يدعى. فبقولي the book is called bloody toys. the book is called bloody toys يعني اسم الكتاب bloody toys. أما أقول he is called Ali يبقى هو يسمى علي. she is called سما يبقى هي تسمى سما. وبكده نكون وصلنا إلى نهاية الفوكابلوري.
دلوقتي بقى هندخل على ال language functions. ال language functions ودي اللي خاصة ب lesson number 4، ده بتتكلم عن expressing feelings. How to express your feeling، يعني ايه to express your feeling؟ express feeling يعني ان انت تعبر عن المشاعر. احنا قلنا هنعبر عن المشاعر باستخدام ايه؟ يا اما هستخدم verb to be، يا اما هستخدم verb feel. يا هستخدم verb to be، يا هستخدم verb feel، او هستخدم verb make اللي لسه متكلمين عنه دلوقتي. فهنا ممكن بقول مثلا هستخدم I feel or felt زائد ال adjective of feeling اللي هي الصفة الدالة على الشعور. فزي ال example بقولي I felt excited، I felt happy، I felt sad، I felt frightened، felt afraid and so on. I felt worried يعني قلق. الطريقة التانية هستخدم verb make، فبحط مثلا السبجكت زائد فيرب ميك اور ميد زائد الاوبجكت ورا الادجكتيف طبعا قلنا، او فيرب الفيرب الانفينيتيف فورم. فبقول ذا ستوري ميد مي ساد، ذا ستوري ميد مي فيل ساد. يبقى ذا ستوري ميد مي ساد اور ذا ستوري ميد مي فيل ساد. طيب لو انت عايزه تسال بقى عن الشعور، وطبعا زي ما اتفقنا ممكن استخدم هنا فيرب ايه؟ فيرب تو بي. طيب لما اجي اسالك بقى عن مشاعرك، يبقى ممكن اقول لك how did you feel when، how did you feel when، how did you feel when يعني كيف شعرت عندما. طب انت عايز تسال عن حاجه معينه مثلا عن كتاب، هقول لك مثلا how did you feel about، how did you feel about. يبقى انا ممكن احط بدل يعني when هيبقى وراها حدث، لكن ممكن كمان احط about ويبقى وراها noun أو اسم. How did you feel about the film? How did you feel about the book? How did you feel about the end? And so on. يبقى أول سؤال How did you feel when or about? How did the story make you feel? لو أنا عايز أسأل بقى عن إيه مشاعرك اتجاه حاجة معينة، هقول لك How did the story make you feel؟ كيف جعلتك أو القصة جعلتك تشعر؟ أو ممكن أقول لك how did the end of the book make you feel؟ أو how do you feel about the end of the book؟ طيب أنا بقى صاحبي قرأ الكتاب وأنا قريت الكتاب، أنا بقى اتبسطت منه وعايز أعرف إذا كان هو اتبسط ولا ما اتبسطش، هسأله إيه؟ هقول له did the story أو did the book make you feel happy، make you feel sad، make you feel excited. اي حاجة انا عايزة اعرف اذا كان هو feel the same يعني يشعر بنفس الشيء ولا لا. يبقى did the story make you feel and so on. وبكده نكون خلصنا المواقف بتاعتنا، وهنشوف مع بعض الاكسرسايز دوت على السؤال المواقف والسيتويشن طبعا اللي هو السؤال ده بتاع اللي هو ايه situations او المواقف. وطبعا سؤال المواقف بيقول لي write what you would say، write what you would say، write what you would say يعني اكتب ما سوف تقوله. فهنا بيديني موقف المفروض ان انا هشوف في الموقف ده انا هقول ايه. اول موقف عندي بيقول لي you are asked about your feelings، you are asked about your feelings، you are asked. وخد ناخد بالنا من كلمة you are asked، you are asked يعني سئلت مش سألت، سئلت. أنت سئلت عن مشاعرك. طيب لو أنا شلت are يبقى you asked، يبقى أنت اللي هتسأل، لكن you are asked يبقى أنت اللي هترد، أنت اللي هتجاوب. اوكي ناخد بالنا كويس جدا من الكلمه دي. طيب بيقول لي not you are asked about your feelings when you win a prize، سئلت عن مشاعرك لما فزت بالجائزه. هتقول ايه؟ وطبعا انت ايه انت لسه بتقول يعني هو بيسالك عن مشاعرك عندما تفوز، هي مش في الباس، عندما تفوز. يبقى هقول له ايه؟ I feel happy، I feel happy، بشعر بالسعادة. I feel proud، proud يعني ايه؟
فخور أو بالفخر. ماشي؟ I feel excited. أي صفة من صفات الشعور. Okay? Number two, you see a snake. You see a snake. What is a snake? ها؟ لو ثعبان. شفت إيه؟ شفت ثعبان. How do you feel? How do you feel? ها؟ برضو هنا أنا اللي هقول. يبقى إيه؟ ممكن أقول إيه؟ I am afraid. I am afraid. يعني أنا خائف. أو I am frightened. أنا خائف. Okay. Number three. Your team scored a goal. Your team scored a goal. يبقى الفرقة بتاعتك سجلت جول. هتقول لهم إيه؟ Oh, very good. I am very happy. Number four, express how you feel when your class wins the competition. يبقى عبر عن مشاعرك when class, عندما الكلاس بتاعك win the competition, يعني يفوز بالمسابقة. هتشعر بإيه؟ برضو نفس الحكاية. I feel proud or happy. آخر سؤال معانا. You saw a horrible film. You saw a horrible film. يبقى شفت فيلم رعب. يبقى أقول له إيه؟ ممكن أقول له the film made me feel frightened. The film made me feel frightened. يبقى الفيلم خلاني أشعر بالخوف. أو I was frightened. وبكده نكون وصلنا لنهاية الـ vocabulary والـ language function. الدرس الجاي هناخد الجزء الـ reading مع بعض وهنتعلم ازاي نكتب الباراجراف. ان شاء الله هسيب لكم الرابط بتاع الملزمه او الشرح يرتو في صندوق الوصف. Until we meet again, goodbye and good luck. ما ننساش نعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه ونفعل الجرس علشان يوصل لنا تنبيهات بكل الفيديوهات الجديده. وما ننساش نتفرج على الفيديوهات المقترحه في نهايه الفيديو. Until we meet again, goodbye and good luck.